مباراة متكافئة. في فرق سكور، ولكن أنا في رأيي المباراة متكافئة، لأن سؤال واحد كان ممكن يغير النتيجة. مريم عندها خبرة وده مساعد فريقها. إجابة صحيحة. كان عليا مسؤولية كبيرة في ضربات الجزاء، وللأسف البازر اتخطف مني. إن شاء الله نقدر نعوض حاجة للحظ. قلت لعلانة إني نزلت تحت الضغط وجاوبت على 6 بس، ومحمد الأدهم جاوب 7 وخد مني 10 نقط. عارفين ان عجله الحظ بتغير نتيجه ماتشات كتيره جدا. خلينا نشوف عجله الحظ هتعمل ايه في ماتش النهارده، ويا ترى السؤال هيجي سهل ولا هيجي صعب.